تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات والندوات الفنية والثقافية. وللمزيد بينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. أهلا بك كريم في البداية، ولو تطلعنا على أهم الفعاليات الفنية والثقافية التي تضمنها المعرض اليوم. تحياتي لكم. بالطبع يستمر معرض الكتاب في نسخته 53 وأسبوعه الثاني في استقبال الزوار ومحبي القراءة، ولكن ربما تحدثنا خلال الأسبوع الماضي عن الفعاليات الثقافية المختلفة داخل المعرض، ولكن الأسبوع الثاني يبدأ بندوة خاصة ومختلفة، وهي الندوة الخاصة بتكريم المبدعين والفائزين بجوائز الإبداع لعدد من الكتابات المختلفة لمعرض الكتاب في نسخته 53. وتنوعت هذه الجوائز بالطبع للنقد المسرحي، التأليف المسرحي، القصص، الروايات المختلفة، وكان هذا بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. تم تكريم هؤلاء المبدعين والفائزين، ولكن أيضا هناك ندوات تثقيفية وندوات رياضية مختلفة متواجدة هنا في معرض الكتاب، لم تتوقف على مدار الأسبوع الماضي والذي حضر خلاله أكثر من نصف مليون زائر، حضور واقعي للمعرض هنا في أرض المعارض، ولكن كان هناك أيضا الحضور الخاص بالمنصة الرقمية والتي يعني قام بزيارتها أكثر من 80 مليون زائر حتى الآن، وتسجيل فعلي وحجز للتذاكر ما يقرب من 400 ألف تذكرة بالفعل تم حجزها عن خلال المنصة الإلكترونية، بالإضافة بالطبع لهذه الجولات الافتراضية داخل المنصة بدلا من الحضور الفعلي للمعرض. هناك أيضا عدد من الكتاب صغيري السن الذين تواجدوا، وبالطبع كان لهم رؤية خاصة بطرح الأفكار المختلفة هنا في معرض الكتاب عن طريق عرض كتاباتهم وتسويقها في معرض الكتاب في نسخته 53. وسنتابع بالطبع على مدار الأسبوع الثاني باقي الندوات الخاصة بمعرض الكتاب. والآن عودة إليكم مرة أخرى. بالتأكيد مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.